بسم الله الرحمن الرحيم. انا اولى دبلوم سيفل وكهرباء، مدني وكهرباء في الاولى. اكشر 10 كالكولس، اكشر 10 اللي هو الحسبان، اكشر 10. طيب عندي المثال الاول، عندي تكامل من 1 لحد اكس، 2 اكس تربيع واي سالب 2 زائد 2 واي دي واي. هنا عندي متغيرين اكس وواي، لكن التكامل جاي بالنسبه لمنو؟ بالنسبه لواي. في الحاله زي دي لما نقول التكامل بالنسبه تو اي اللي هي الواي بس، ما بعيد للاكس نهائي، بعتبر اكس زيها وزي اي رقم او زي اي عدد. يعني معناها الاكس ما حعيد لها نهائي. انا عندي واي سالب 2 على حسب قانون التكامل، بضيف لي سالب 2 1، تبقى واي وسالب 1، وبقسم على الاس الجديد اللي هو سالب 1، تبقى الواي وسالب 1 هنزل في المقام، زائد 2 واي، الواي وسي 1 معناه زي لها 1 تبقى واي تربيع. يلا التكامل من كم؟ من 1 لاكس. يلا حسب التكامل المحدود بعوض الفوق، بنقص منه تعويض التحت، محل كله واي بس ما محل كله اكس، محل كله واي هعوض اكس. طيب هنا عندي واي في المقام هتبقى محلها اكس، وهنا عندي واي تربيع هتبقى اكس تربيع. المرة الثانية محل الواي هعوض واحد، اتنين سالب اتنين اكس تربيع على واي هتبقى سالب اتنين اكس تربيع على واحد، الواي تربيع اللي هي واحد تربيع واحد. يلا المرة دي جاب لي تكاملين، تكامل بالنسبة لي دي واي، تكامل بالنسبة لي اكس. في الحالة دي لما يكون عندي تكاملين بشتغل التكامل الجوا اول، حتى من بعد ذاك اشتغل التكامل البر. معناه هنا هشتغل تكامل منه الدي واي اول، بعد ذاك تكامل الدي اكس. زي ما موضح في الرسمه هنا، تكامل الاكس من كم؟ من 1 لـ2 اللي هي دي حدود الاكس، لكن الواي على خط مستقيم، عشان كده قال لي شنو؟ من 1 لحد اكس اللي هو خط مستقيم اكس. فالتكامل حقي في الاريا اللي هو شنو، دايما بيجيبوه المساحات في شنو، في السطوح او المساحه، دايما بيكون تكامل فيه 2 زي ما شايفين. تكامل فيه 2 جزئين، جزء في محور اكس وجزء في محور منه في محور واي. فيلا مثلا هنا دار كامل من A ل B ومن C ل D، دي واي ودي اكس. طيب انا اول حاجه قلنا بكامل الحاجه جوا، جوا شنو؟ دي واي. تكامل الواحد اللي هو هنا ما في حاجه معناها واحد، تكامل الواحد بواي. طيب من منو الواي؟ من منو؟ من دي ل C، بعوض الفوق ناقص تعويض التحت. لما نعوض الفوق هتبقى دي ناقص السي. مرة تانية هكامل بالنسبة لإكس، لما نكامل بالنسبة لإكس هيكون ده رقم، لما نضربه في إكس الكامل هيكون مضروب في إكس، هتبقى لك دي ماينس سي في إكس. فالإكس هعوض محلها مرة أولى بي ومرة تانية بسي، تبقى لك الصورة دي. طيب برضو هنا عندي تكامل دالتين، تكامل دالتين في إف أوف إكس وجي أوف إكس. المساحة حقتي هنا مساحة مزدوجة، واي على 4، 5 واي على 4، وهنا من كوساين اكس لساين اكس، او المثال هذا لو هنا عندك. طيب دي الرسم حقت البنايه، ده نشوف المساحه بس في الحته دي بس. هنا الخط الفوق ده بتاع الكوساين، والرسمه الثانيه بتاع الساين، عشان كده حدود الاكس حدود الواي من فوق في محور واي من الساين لحد الكوساين، لانه الرسمه محصوره بين الساين والكوساين. وحدود الاكس من الباي على 4 لحد شنو؟ الخمسة باي على 4. طيب يلا ده كامل واحد، الواحد قلنا تكامل بالنسبة لواي بي واي، هعوض شنو؟ الساين الفوق اللي هو الفوق ناقص الكوساين التحت. طيب المرة التانية هكامل بالنسبة لإكس، تكامل الساين بي ماينس كوساين، تكامل الكوساين بي ساين. المرة دي تاني هعوض شنو؟ مرة خمسة واي على 4 على واي على 4، بعوض عادي خمسة واي على 4 اللي هي 45، شوف 45 وين، وعوض القيم حقتها اللي هي كوساين 45 وساين 45 بجذر 3 بواحد على جذر 2، لكن على حسب الربع اللي فيه. برضو عندي مثال خمسة، ده برضو اريا حق الدائرة في الحتة دي، اللي هو الاكس من كم؟ من 1، الاكس من 0، المنحنى فوق ده واكس بيساوي واي تربيع، عشان كده المنحنى بتاعي بتاع الاكس من واي تربيع لحد وين؟ فوق لحد الاربعة. اما الدي واي من الزيرو، لان الواي محدودة هنا من الزيرو لاتنين، برضو نفس الفهم. يلا هنا هكامل الواي اول، الاكس اول، تكامل الواحد باكس. التكامل حقي من واي تربيع لحد 4، حاول الأربعة فوق أول ناقص الواي تربيع تحت، يبقى واي ناقص 4 ناقص واي تربيع. المرة الثانية هكامل بالنسبة لإكس، المرة الثانية هكامل بالنسبة لإكس، الأربعة ناقص واي تربيع ده باعتبار ثوابت. لما نجي أكامل بالنسبة لإكس بكامل بضرب في إكس، عدّاك بشوف. برضه هنا نفس المثال، لكن المرة دي شنو؟ غيرنا حدود التكامل حقتنا. يعني انت في النهاية التكامل الدبل انتجرال او التكامل مرتين بيجيبوه المساحة، على حسب في النهاية المساحة انت دايرة بتحدد شنو؟ بتحدد حدود التكامل. انت دايرة مساحة، المساحة دي هي بتحدد لك حدود التكامل. يلا هسه المرة دي حدود التكامل اتغيرت،
الاكس بيجا من زي من الواي الاكس بيجا من 0 ل 4، لكن الواي بيجا من 0 لحد ياس الاكس. نفس الفهم، مرضيح كامل الواي اول، تكامل الواحد بواي، واول كده التكامل. لو في اي زول عنده حاجه ما واضحه بعد ذاك ممكن اشوفها.